السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشروع ربط مدينة معسكر بطريق سيار شرق غرب، ونروح نشوف وين وصل المشروع هذايا اللي عنده قرابة أكثر من 10 سنوات من اللي بدأ المشروع هذا. نشوف خريطة جوجل أين وصل هذا المشروع، وآخر صور في الطريق هذا. للعلم هو طريق السيارة هذا هو عنده 3 أرويقة في كل اتجاه، وهذا الطريق هذا يربط أولا مدينة معسكر بمدينة سيق نحو الشمال، ثم من سيق إلى طريق سيار شرق غرب. نزيد نقرب بالصورة باش نشوف الطريق هذا. وهنا نشوف، لاحظ المسار تاع الطريق هنايا، حيث انه يمر بسلسلة جبال بني شوران. هذه جبال بني شوران سلسلة جبال وعرة. نشوف ان الطريق يتغلغل هنا بين الجبال هنايا نحو بلدية حاسين. صورة غير مكتملة. وهنا نشوف بعض الأشغال. الصورة تعود إلى 2000، نهاية 2018، يعني عندها 2 عام. لكن احنا عندنا صور جديدة، صور التي اتخذت هذا العام في 2021. هنا نشوف المسار تاع الطريق، يمر على بلدية حاسين ثم هنا. هو في الحقيقة المسار تاع الطريق هو مفتوح، كولوار يعني تاع الطريق السيار هذا مفتوح كلية إلى حدود هنا بلدية سيق. نلاحظ هنايا المسار تاع الطريق مفتوح إلى حدود طريق السيار هنايا. هذا هنا هذا هو طريق السيار شرق غرب. إذن هذا هو. وهنا شوف أجزاء من هذا الطريق هنا مثلا مكتملة، نشوف هنا فيها لهنايا الطريق فيه الأسفلت البيتوم. إذن هنايا الطريق هذا ما يدخلش سيق، يتفادى المدينة تاع سيق هنايا ليوصل هنا بهذا المقطع هنا، باش يتم الولوج إلى طريق السيار شرق غرب اللي رانا نشوفو فيه هنايا. إذن هذا هو مسار نتاع الطريق هنايا السيار
اللي يربط معسكر ب سيك الى طريق سيار شرق غرب. وهنا نقيس، لو نروح نقيس المسافة هذه طريق مستقيم من هنا إلى سيك بين طريق السيار وسيك كان حوالي 12 كيلومتر، وبين سيك ومعسكر يعني بطريق بخط مستقيم نقولوا افول دوازو طريق مستقيم عندنا حوالي 32 كيلومتر زائد 12 كيلومتر، اذا 44 كيلومتر بخط مستقيم. لكن هو في الحقيقة بما أن المسار يعتبر ملتوي شوية غير مستقيم، المسار يعتبر فيه بعض الالتواءات، فإذا الطريق هذا فيه حوالي 40 50 إلى 60 كيلومتر بين معسكر هنا وطريق السيار الشرق غرب. ونكتفي بهذا القدر، نخليكم مع الصور اللي التقطت في سنة 2021، والسلام عليكم.